أبدأ. يتفضل سيادة النائب محمد أبو العينين بالحديث. شكرا سيادة الرئيس. الحقيقة يعني الموقع الجغرافي الفريد اللي بتتمتع به مصر يدعونا إلى تعظيم القدرة التنافسية لكل المواني البحرية المصرية. هذه المواني اللي تشهد النهاردة طفرة تنمية بشبكات الداخل مع مصر كلها. النهارده بنتكلم على التجاره الدوليه وسلاسل الامداد الدوليه، ووضعنا احنا كموقع جغرافي فريد وسط العالم. العالم النهارده بدا يتنافس منافسه شرسه جدا، وبدا يرسم رؤى المستقبل بفكر جديد. شفنا طريق الحرير اللي جاي من الصين وطالع على اوروبا، وبدا يحط مراكز لوجستيه في الطريق بتاعه كلها طول الممر بتاعه من الصين الى اوروبا. وشفنا الموضوع الجديد بتاع البريكس. هذا البريكس الجديد اللي مصر ان شاء الله هتنضم عليه في يناير القادم، ايضا بيدي رسالة محورية الى تعظيم الاستفادة من كل المواني المصرية المحورية. واضح جدا ان خط بتاع البحر الاحمر بدأ يشهد تنافسية كبيرة جدا، سواء كان على الجانب الايمن او الجانب الايسر، وده الخط الحقيقة الملاح اللي بيوصلنا الى افريقيا او الى باب المندب تحت الى الوصول الى شرق اسيا. انا الحقيقة بعتبر دي نقلة حضارية قيمة أهم جدا، فيها قيمة مضافة ممكن تساعد على دفع حركة الاستثمارات ودفع حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد الدولية، وبتنقلنا الحقيقة نقلة حضارية. لأنه لما تيجي شركة دولية كبيرة لها باع كبير في التجارة الدولية بيكون معاه شبكة التوزيع بتاعته. القصة النهاردة بنتفق على 700 ألف حاوية، هتصل إلى 3 مليون حاوية. ال 3 مليون حاوية دول لما ينزلوا في سفاجة ويبدأوا يتحركوا في مواني إقليمية موجودة هتنقلنا نقلة تانية. زي ما قال السيد المقرر، دي البوابه الحقيقه الرئيسيه لبوابه الصعيد للتجاره الدوليه في المثلث الذهبي او لمدن الصعيد سواء كانت في الغردقه او قنا. وانا شايف ان ربط هذا الميناء بالمواد المحوريه الاخرى وبشبكه الطرق الحديديه وبشبكه جديده من المناطق اللوجستيه والمناطق الصناعيه في الصغير بتاعها، ان الاوان احنا نخطط هذا التخطيط عشان يكون ورا او خلف كل ميناء محوري هام مدينة صناعية كبيرة نقدر احنا نوصلها للعالم، تبقى منطقة لوجستية وخدمية وفي نفس الوقت منطقة صناعية للتصدير على مستوى العالم. انا يا فندم من حيث المبدأ موافق، وبقول يا ريت كل موانينا تسوق على 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 يعني محاور التجارة الدولية. وشكرا سيادة